إذا الناس اللي عرفوك عرفوك مع سعد مجرد. سعد مجرد سمعتي الأغنية ديالو الأخرى ليت جو؟ شنو تقول على هذيك الأغنية بحكم احنا تعودنا أن نشوفوك دائما مع سعد مجرد؟ هذيك الأغنية يعني هذيك الأغنية بعدا لا مجاملة يعني عرفنا هو صاحبي هو عارفني ياك ولكن سانسيغمون الأغنية سي سعد فهمتيني سي بلوس سعد سي ملي كتسمع الأغنية وكتعرف كتعرف شوية سعد هذا ولا ديك المعاشرة اللي تعاشرنا معاه الحمد لله زوينة سي سعد أنا كنشوفو زعما بلو سي بلو لوي فهمتيني في الأداء ديالو داك الشيء مرتاح كيف ديال هو الأغنية تبارك الله مزيانة أنا عجبتني الحمد لله. شنو كان ناقص الأغنية؟ ها؟ لو كليب ولا الأغنية شكون كان ناقصها؟ ما انت خاص تكون في هذا اللي بغيت نقول لك لا ما انا ما انا ما خاصش في كاع لي كليب ديالو زعما ولكن في لي الحفلات توجو حاضر معاه بيان سور اللي ناقص هذيك ان شاء الله هو فاش غيجيو نحيحوا بها في كاع لي سين ان شاء الله هذا الشيء اللي هذا سي سي اون شونسون لي ديال الوقت فهمتي لي مودرن سي ان اوتر ستيل مي سي ان ستيل كي زعما الحمد لله راه نجح فيه راه انتما زعما سعد راك عرفتيه ما كيدير شي حاجه حتى تيكون فريمون 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 متقن بها وزعما لي فريمون 100% موثق فيها فهمتي دونك ولو ريزولطا راه حنا كنشوفوه راه لا شونسون تبارك الله دايره شي 55 مليون وهذا دونك الحمد لله راه مزيان كنتسناو عي ان شاء الله يفرج عليه الله ويجي معنا وغوفيان سور سين ان شاء الله ترجع المياه لمجاريها وتكملوا مسيرتكم ان شاء الله ان شاء الله حتى الجمهور ديالو يرجع ليه والمغاربه ديالو يرجع ليه الجمهور باقي مسند سعد الجمهور ديالو باقي معاه والجمهور هو هذا الجمهور ماشي هو باش نكونوا ضاحكين مزيان يكون الصراء والضراء اكزاكتومون باش يكون بلا نضحك وهذا سي بيان كنكون كنخرج وتنغني وتندير وتنجي للراديو داكشي سي بيان ولكن ملي كنوقع ليا شي مشكل وهذا سي لا او تو شيرش الجمهور بصح ماشي